منتابع مع التفاح اللبناني يلي ملا استوديو ومع مارك. خبرنا مارك، اكيد معنا ضيف عزيز، خبرنا شوي. معنا اليوم خالم جورج سالم. فنحن بدنا نوصل فكره ثانيه، عم نحكي كلنا عن التفاح وهيك، حبينا نوصل فكره بعد الناس بركي ينتقدوها، بس هي الفكره انه نحن هلا بدنا ندعم استعمال التفاح بكل الطرق. يعني رح تشوفي بعد شوي كنت عم تحكي، رح يكون معك خبير زراعي رح يعطي كثير قصص مهمه عن قدامهم نستعمل التفاح على الاصول. واحده من القصص اللي نحن كمان فينا هلا نساعد فيها المزارعين انه مثلا يكون عندنا عزيمه ونزين الطاوله بالتفاح، رح تشوفي هلا قد ايه رح اقول خالو بيعملها كثير منيح للطاوله. فهلا هذا انا بنخبر لما نبلش نشتغل، بس اللي خبرنا هو قبل شو رح يعمل اليوم. هلا حتى لو عم نزين فينا نستعملهم بطريقه نرجع نقدر نستعملهم بالطبخ او بالاكل 100%. مشان هيك بنستعمل الخشب. نعم، يلي للنظيف يلي هلا رح تفتتحي الارانجمون. هلا وين بدك هلا اذا لاحظتي انه مضروبه، هلا عم ينحكى انه هيدا الهدف التفاح مضروب، بقى مش مشكله اذا كان مضروب بنخبيه هيك. في قول شغله عن التفاح المضروب، انا بدك تخبرنا بعدين، انا بخبر متى تعلم. مثلا هلا باوروبا صار في شيء اسمه الثري موش، مثلا حتى التفاح المضروب وهيك عنده لازم ينباع، يعني مش ضروري حتى يروح. على كل حال مارك، الزراعه اذا بدها تكون اورجانيك ما فيها تكون كثير حلوه ولميعه. يعني هلا رح تشوفي بعد شوي مع غسان رح يفرجيكي. مثلا فقلك شغله، كان عم بيقول الصبح اذا كلنا سمعنا كان معنا مزارع من ارتبه كان عم بيحكي انه مثلا لما بيجوا التجار ما بياخذوا التفاح الاصفر الجولدن. ليه ما بياخذوا؟ لانه الجولدن لما بروح بعدين على البرادات وهيدا حلا ضربه هيك غير عليه بتفج بطل ينباع. حاليا مثلا صار في فاريتي، هلا رح تشوفيهم بعد شوي مع غسان، جولدن بقاومه حتى الشيء اللي بنسميه بوست هارفست. يعني التفاحه مشكلتها انه المزارع والدوله لازم يعرفوا انه هذا شيء متكامل. نعم. والحل منه هيك، يعني اذا عملنا بس سيدر او بس كومبوت او بس تفاح ما في منه هذا الحل، حل شيء متكامل هلا بتحكوا عنه بعد شوي. بس انه هيدي وحده من الطرق اليوم انه نحن نكون عنا عزيمه نزين بالتفاح، هذا بخلي انه الاقبال على التفاح يصير اكثر. واوقات في ناس بيتجوزوا بيعملوا عرسهم بالتفاح. حلو. بدك نحن نساعدك بشيء؟ في انا اذا بدك بتبلش بالموس تظبيط الطاوله، رح نروح لثاني مين وزعهم مثل ما بدك. يا مثل ما بتحب وزعهم. اوكي، انا ماني شاطر مثلك قد ما بقدر. هيدا خل التفاح، هيدا خل التفاح. دقتي هوليك كاتيا اللي قبل شفناه اكيد شيء كثير طيب، مثل قمر الدين بس تفاح 100%. شيء كثير طيب بدون سكر ولا اي شيء. هو افانتاج التفاح انه في كثير منتوجات بتنعمل من التفاح منا بحاجه لسكر، فيرمنتاسيون تفاح لحالها 100% بدون سكر ممكن تخليه ضاين لفترات طويله. اوكي، في بعد كمان اقول شيء لانه هلا اذا امي بتنبسط منا، يعني سلمنا عليها لامك، بنوجه لها تحيه دائما بتساعدنا. هول التفاح اللي عم نستعملهم اليوم بالاستوديو هن من جايين من حسايا من ارتبه، يعني ارض كمان فيها تفاح من عند خالي، من عند خالي تاني، من عند امي وهيك. الفكره كمان انه فرجينا قبل صور قد ايه هذا التفاح عم ينكب بالارض، فكمان عن جد يعني جريمه انه يكون عندنا هيك تفاح وما عم نستعمله. اكيد. كان بدك لهون موز دخلك ولا؟ لهون. اوكي. هلا مدام كاتيا رح توزعهم مثل ما بدها. اه؟ بين الموز؟ اذا استعملتي عن هلا درجة كثير حلوين هودي، درجة كثير الاشياء العتيقة. في كمان هيدا بابور الكاس. انا بدي هلا بعد شوي، بس كنت حضرت كم صوره بدي اخبركم شغله عن تفتحها ما بنعرفها كلنا. نحن عم زينين هلا قدام عم نولعهم كمان بعد شوي. خلصنا؟ لا بدنا ما بس نخلص من ولعهم. عندنا كثير بدنا لانه عندنا كثير شمع بدنا نبلش من هلا. بدك نبلش نولعهم ونتركهم؟ اكيد، لانه في كثير عدد. اورايت. هلا نعملهم بسرعه. هلا كمان استعملناهم شمعدين للتفاحات. ايه هيدا يعني حتى لو انه هلا نحن فختنا تفاحه وحطيناها هيك بنقدر بعدين نرجع كمان تنحط بالكومبوست بعد، انه مش ضروري انه نكبها. صحيح. هلا اذا لاحظت مارك في فراغات. صح. شو بنعمل بالفراغ؟ بنحط بنعبيهم بالموس. هو اللي هون لازم يكونوا كيف ما حطيتين بيطلعوا حلوين. بيطلعوا حلوين، صحيح. اوكي، في انا فرجه هلا لما يصير بدنا بيقولوا لنا اذا في فرجه صوره من عندي من الايباد، بدي فرجيكم شغله كثير مهمه تنحكي عنها كمان اليوم كلنا.
قاسية هلا الضيحة. هيدا وحدة هيدا وحدة. لا هيدي أحسن. يعني اوكي بس بدي افرجيكم الصوره اللي عم نشوفها شغله كثير مهمه يلي جايين من ضيعه من لبنان. اذا بنطلع على الصوره اذا بنطلع عليها ما رح نعرف انه هيدا تفاحه. هيدي ورقه تفاح؟ هيدا ورقه تفاح تري سبيسيال. هيدا زهرتها رح افرجيكم اياها هلا يلي هي اسمها مالوس تريلوباتا يلي هي تفاح ما في منه بالعالم غير بلبنان. لريت اليوم بيكون عم بيحضرنا حدا بيعرف يقدر هيدا. انا ما عندي اياها. هي تفاحه موجوده بلبنان بالطبيعه. مثلا في كثير منها مزبوط مثلا بريه يعني بريه بريه لك هيدا ما بنعرف انه تفاحه لانه ورقتها ما بتشبه التفاح. كنا عم فرجيها قبل هيدا مثلا ريت بتكون السامبول تبع النهار يلي هو دعم للتفاح. نجرب نرجع كمان بشي طريقه نزرعها نكملها تصور التفاحه. ما منا موجوده بالعالم غير بلبنان. موجودة بالبراري بلبنان هلا؟ بالبراري وين ما كان بتروحي مثلا بتمشي. هيدا يمكن تفاح صغير بيطلع كثير صغير ما بيكبر بس انه تصوري ابيض يعني انه في هذيك التمرة يمكن. ايه رح روح جيبها هون رح جيبها نفرجيهم اياها كمان للمشاهدين. هيدا غير شيء كاتيا هذا غير شيء. هيدا شيء ثاني. اوكي هيدا شو؟ هيدا تفاح مزروع باللقلوق مزبوط جورج؟ صحيح. عم يزرعوه كرمال قصص اورنمونتال للزينه بس انه ليك بيتاكل؟ بيتاكل اسيد كثير بنصحك ما تاكل. بس بينعمل منه مثلا كومبوت بينعمل منه هيك بس هو بتوقع ينعمل منه اشياء طيبه. ايه اذا هو معمول للزينه يعني بس انه ليك شو حلو ليك شو صغير وهيك كمان عم ينعمل للزينه. فيري نايس. هيدي كمان بدنا نوزع التفاحات. بدنا نطلب منك تولعيهم لانه بدهم يعني وقت كثير. ان شاء الله ما نولع شيء. لا الذي هو الموس بيولعه. لا 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 سهل. أنا ما نتخانى هلا. لا هلا إذا بنحط ورق يابس بنولعهم بركي. لا هيك لا ما رح يولع ما رح يولع. هلا على العجلة بس. عادة بكون في بدنا نولع هولي كمان. كلهم. ما في معك شيء داخل. ما أنا بعرف في قد ما بدك. وشغلة بسيطة هيني يعني. هلا بعد شوي لما رح نطفي الاستوديو نشوف بيطلع اكيد افيه كثير حلو. هون بعد في اثنين جورج اذا بدك. يلا. اوكي. بدنا نقول ميرسي للي ساعدونا بالديكوراسيون تبع الاستوديو. دونك لماري كلود مرته لجورج ولماري امه. وانا. انت هلا اكيد هلا نحن بنولع حالنا كمان. وجعتني ايدي انا مولع. هذه كلها الطاوله مش مكلفه 5000 ليره تفاح لانه التفاح رخيص. سبب التفاح رخيص. هلا ثانك يو مارك بيت اند فاميلي على هالديكور الحلو بكل استوديو. اوكي هلا ما كان عم بدنا نجرب نطفي الاستوديو بس نشوف كيف بيطلع. فينا نطفي بليز. ايه هيك عم بيقولوا لنا. لان هي معموله لنا هيك شو حلو. واو كثير حلو. وحتى يعني مثل ما حطيناهم الضوء التفاحات. تفاح لبنان. اكيد. ان شاء الله يعني تكون بدايه حل لهالازمه. نحن دائما بنقول انه ما لازم الازمه تكون استجد صارت يعني لحتى نرجع نفكر نحلها، ولكن ما بتصغر الا ما كبرت. دائما نقول نحن كمان باللبناني ان شاء الله تكون طريقه او بدايه لانه نفكر بحل كامل متكامل مثل ما كنت عم تقول مارك لازمه التفاح او لطريقه تصريف كل الانتاج اللبناني ان كان تفاح ولا غير تفاح. مزبوط. وهلا كاتيا مع ضيفك اللي بعد شوي رح تستضيفيه كمان رح يكون كثير يعني في شغله كثير مهمه يلي هي كل مشاكل التفاح الاصناف اللي لازم نزرعها شو المزارع لازم يعمل دور الدوله لانه هو قطاع كله متكامل يعني لازم له حل لانه ما بدنا كل سنه نرجع مثل هلا يبكوا المزارعين انه تفاحهم على الارض وما عم بيسوقوه لانه ما في لزوم يعني خطه أكيد. بسيطه صح. بتقدر تكون عم تنقذ هالانتاج كله سوا صح.
شكرا مارك، شكرا استاذ جورج. واقفه هلا وبنرجع بنتابع نحن وياكم، بنتابع مع توب ستوريز نحكي كمان اكثر عن التفاح اللبناني. خليكم معنا.